جلسوم؟ نجدة نايم. جلسوم لا تضلي هيك زعلانة. كيف يعني ما ازعل؟ ما شفت كيف اتطلعوا فينا؟ بدي اياكي تكوني قوية مشان نجدة، مشانك انتي كمان، ماشي؟ جلسوم نجدة كتير بحاجة إلك هل، ونحن الاثنين بحاجة لبعض كمان لنقدر نربيه صح. طيب أنا مقدر حزنك وهمك، كل وحدة بتتزوجني بتصير تندب حظها وبتقعد تبكي على قدرها ونصيبها بهالحياة، معك حق بس هيك. لا لا تقول هيك. طيب ما رح أقول هيك، بس خليك عم تضحكي جلسوم، البق لك الضحكة كتير، لا بقى تزعلي. منيح إنك بحياتي وإنتي كمان. شكرا إلك زينب. معلش تنادي العابدين والبقية؟ وليش لحتى تنادي العابدين والبقية؟ كيف ليش؟ ليجوا يفطروا معنا أمي، هنن من أهل البيت كمان. لا هنن مانن من أهل البيت، ما بيشرفني أصلا. خير إن شاء الله يا فيلدان. ليش ما رحتي على عقد القران ولا ليكون عابدين معزمك؟ لأنه عقد القران بيتم بس على الورق يا ست إيديل، لهيك ما رحت. ايه مزبوط. وما في داعي تنزعجي بنوب، لانه بالنهايه هاد زواج مزوج. ما ماني مزعوجه بنوب. هي بس بتنزعج من امها. امي في مجال انك ما عاد تتدخلي بيناتنا؟ زينب لو سمحتي نادي العابدين والبقيه. لا مستحيل، من اليوم ورايح هدول الاثنين ما بقى يقعدوا معنا على الاكل. بدنا نقعد يا أمي، أنا وجلسوم رح نقعد ورح نفطر معكم كمان. عادي جلسوم، ما بتخجل من حالك ما هيك؟ عم تتطلع فيني وتتحداني كمان. تفضلوا عدوا. يلي ما بدو يانا نقعد وناكل على هالسفرة بيقدر يقوم ويتركنا براحتنا. أمك راحت على بونو، هي هربت وأنقذت حالها، تصرفت بذكاء، بس أنتي بقيتي هون. طالما تصرفتي بهالوقاحة وبقيتي، أنتي قدرة، بدك تتحملي نتائج كل شي ممكن يصير. زينب لو سمحتي صبي لنا شاي أنا وجلسوم. يلا قولوا بسم الله. بسم الله. صباح الخير. صباح النور. يا حسرتي عليك يا فرهاد، اختك تزوجت ومع هيك ما رحت حضرت عرسها كونك مشغول. توقعت إنك تروح، فكرت ممكن تجي وتبارك لأختك بزواجها، بس للأسف.
فرهاد سرحان. نامق فرهاد شو هادي اللي عم تعمله؟ نامق قوم تصرف. نامق تمام معك حق مدام هاندان، هدول الاثنين ما سمعوا كلامي وتزوجوا غصبا عني، لهيك انا رح اوصن اثنيناتهم قدام عيونك. شو قلتي؟ ولا بس شفتي السلاح موجه على راس ابنك غيرتي رايك ما هيك؟ شو قلتي؟ ولا لا تكوني خفتي انك تتعبي من دم ابنك؟ انا بعرف كتير منيح على مين بدي اقوس ومين ما بدي اقوس، وبتمنى ما حدا يستفزني، والا ساعتها كلياتكم. تعال معي عبدين. خلص حبيبتي كلثوم، اهدي اهدي. عادي حبيبتي، ما رح يعمل شي. شو بده فيه؟ طمني. تعال انتي شوي. يلا استعجلي. يلا ماشي. تركونا لحالنا. حاضر. تعالي. اسمعني فرهاد. راس. لبست فستان العرس؟ ايه اشتريت لها فستان. اكيد بيلبق لها، اكيد بيلبق لها، هي بتستاهل كل خير. ايه لا بقلة كتير. تفرج. اختي اميرة ما هيك عبدي؟ هي هيك. اجا حدا على العرس؟ اجا يجيت وسونا وهوليا كمان. الاخرس هو اللي كان شاهد على عقد زواجنا. فرهاد ابن خالتي. اللي انا قلت لي يجيت كمان اني ما اخذت اختك بس كزوجي، هي رح تكون أمانة برقبتي. وين الست يا تار؟ راحت على بولو. ليش؟ انت كان لازم تقولي لي حسب الأصول. الحمد لله على السلامة يا إيديل، بسبب الشيء السيء يلي عملته يا تار. شو عملت الست يا تار؟ لا ما عملت شيء غير إنه وقعت إيديل من على الدرج. البنت المسكينة فقدت ابنها. شو؟ وأنتو شو كنتوا عم تعملوا وقتها؟ خال استنى شوي لو سمحت. أنت أكيد بتعرف بالشيء اللي صار ما هيك؟ أحكي لشوف شو صار بالضبط. أحكي. فرهاد خلص بكفي. في كتير أمور غريبة عم تصير بهالبيت. أنا عم أحكي عن جد، رح روح هدي أعصابي وارجع ولا تستفزوني، وإلا رح يصير شي ما بيعجبكن، فلا تخلوا الأمور توصل لهي المرحلة. شي طبيعي إنك ما تعرف شو عم يصير بهذا البيت فرهاد، لأنك مانك قاعد هون. أخوك المحترم المفوض يجيت خلاني أركع تحت رجليه وحقق معي بطريقة كتير تافهة، أكيد ما بتعرف بهالموضوع. صاير عم تحكي عن أخي زيادة، لهيك احترم حالك. فرهاد بترجعك روق، روق شوي، روق. تعال. لك مو الحق عليكم. خلص اهدى وتعال معي هلا. تعال بس حبيبي. بسيطة. شوفوا على هالوضع، ليكو صار مثل اللعبة بإيديها لأصلي. للأسف شي بيقرف. أمي
ما كان في داعي تفتحي موضوع كيف خالتي وقعت إيديل من على الدرج. شو القصة؟ شو قوام زعلت لأنه حكينا على حماتك يا روحي؟ شو القصة عابدين؟ أنت ما كنت هيك. إذا كنتي مستصعبة تقليلي يا ابني فيك تقليلي عابدين حاف أو عابوش، اختاري اللي بريحك. قلسوم أنا طالع. لوين رايح؟ طيب خليني أجي معك. ما فيني أخذك معي، عندي شغل ضروري. طيب. كيف بدك يعني روح وأتركك بهالحالة؟ طيب شو ساوي أنا؟ ما شفت كيف اتطلعوا فينا، أكيد أمك رح تزعجنا كل يوم. احكي مع فيلدان، خدوا نجدة وطلعوا تمشوا شوي، بتغيروا جو. طيب قلك شو تعملي، خدوا نجدة وروحوا على الحديقة، بتغيروا جو شوي. لا تيأسي جولسو، انت ما عملتي شي غلط. ماشي. طيب اتصلي فيني ماشي؟